طبعا تصريحات الأمم المتحدة ليست جديدة، هي دائما خلال الفترة الماضية تأتي هكذا وتذهب أدراج الرياح، وسبق أن وصلت إلى أرسال خبراء وبعد التنسيق وموافقة الحوثيين، وجلس هؤلاء الخبراء في جيبوتي لانتظار فيزة الدخول لليمن، ولكن لم تتم قبل تقريبا 3 أشهر وعادوا دون دخولهم إلى السفينة. كذلك لم يسمح بتقييم الأضرار لها إلا على فترات متقطعة، وبالتالي قد يكون المستجدات الأخيرة الذي نشهدها من الاتحاد الأوروبي وأمريكا ضد إيران، والحوثي طبعا هو يمثلها، أن يكون فعلا بداية إجراءات حقيقية لإنهاء هذه الكارثة الوشيكة، ليس على اليمن فقط وإنما على الدول المشاطة للبحر الأحمر كاملة. وأعتقد أن لا مبرر، يعني حتى لو تم القتل لم يكن هناك أي مبرر إنساني أو أخلاقي أو بيئي أو لقيمة هذه الفترة لهذه السفينة. ولكن وحتى كمان الاتفاق أنت لاحظت أنه سيتم إخلاؤها على فترات وعلى مراحل، وبرضو هذا يدخل ضمن آلية ابتزاز وعدم وضوح. يعني الناقلة تحتاج فورا إجراء فوري، إخلاء فوري، وليس حتى على مراحل. على ناس أحيانا نقرأ أنهم قالوا على 3 أشهر وأحيانا على 6 أشهر وأحيانا على 8 أشهر، لم يحسن هذا الأمر في هذا المجال. يعني باعتقادك ما الذي دفع الأطراف للاتفاق على هذا الملف، الملف البيئي بالبحث؟ عفوا السؤال، ما الذي دفع الأطراف للاتفاق إلى هذا الملف، على هذا الملف، الملف البيئي البحث؟ قلت لك قد يكون تغير في السياسة تجاه إيران مؤخرا من الدول الغربية التي هي تمسك الملف اليمني، منها أمريكا وبريطانيا، ونحن نعلم أن الموضوع الناقل الصافر يعد ابتزاز حوثي إيراني بحت، حتى أن وصل محمد علي الحوثي بالمطالبة لإخلاء هذه السفينة الناقلة بإطلاق سراح مجموعة من الإيرانيين الذي معتقلين في الرياض. وبالتالي أعتقد أن تغير المشهد الأخير أو في السياسة باشتراك إيران مع روسيا في أوكرانيا والطائرات المسيرة هو من أكبر التغير هذا، وأنا أعتقد أنه سنشهد شوية تجديد من حلفاء الأنف ضد بعض اليوم والأيام القادمة. سياسيا ضيفي، إذا مع عدم تجديد الهدنة والتهديد المستمر بالعودة إلى الحرب، إلى أين سيسير المشهد؟ عدم تجديد الهدنة، هي الهدنة كانت أصلا تعتبر هدنة ميتة، هدنة مشوهة منذ البداية لم يستفد منها المواطن اليمني، اللهم إنه عدد القتلى كان يخف يعني من الجبهات، ولكن كان هناك حشد وكانت هناك خروقات وكان هناك صواريخ باليستية وكان هناك مفخخات تطلق بين الحين والآخر. صحيح لا نخفي أنها لم تكن كما كانت ولكن خفت بكثير، ولكن يظل الصرف الحوثي، ورغم أن الأموال ودخول الناقلات النفطية والنفط لم تورد المبالغ المالية التي استلمت كما حسب الاتفاق، يعني في كل شيء كان يخرقوا الميليشيات وكان يغض الطرف عنها علها يعني تخضع لهذه، لكن الهدنة لم تكن حقيقية، ومع ذلك الصلف وصل بهم أنهم لم يجددوها ويشترطون عليها حتى المبالغ المالية التي استلموها من النفط الذي دخل من التحالف لرواتب الموظفين، يقولون على الشرعية دفعها. وبالتالي أعتقد أننا سنشهد موجة تصعيد، كل ما ضاق الحالة بإيران داخليا تستخدم أطرافها للضغط الدولي. واليوم أو أمس صرح عبد اللحيان بأن إيران ليست السودان وليست ليبيا، وهذا يعني أنها ستستخدم كل ما بيدها من كروت، سواء في اليمن، سواء في سوريا، سواء في لبنان، سواء في العراق، وكل ما زادت المظاهرات واستمراريتها في العمق الإيراني زاد من استخدام هذه الأيادي أو الأطراف الإيرانية في المنطقة. نعم، اتضحت الفكرة ضيفي، لتخفيف الضغط على طهران. نعم، أشكرك جزيل الشكر ضيفي من القاهرة الباحث في القضايا الدولية عبد الكريم الأنسي، شكرا جزيلا.